أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى ولدينا أيضا موضوع بقدر ما يثير الضحك والسخرية من الحوثيين هو أيضا يثير البكاء والحزن على مستقبل البلاد في أيدي هؤلاء السذج أو ربما سذاجة الخبيث ولديهم نوايا لدى الحوثيين من الواضح في تغيير العملية التعليمية المناهج لكنهم هذه المرة تحت غطاء اتهام من أعدوا المناهج في الماضي منذ الثمانينات من القرن الماضي بانهم كانوا عملاء للامريكان وبعديد من الحجج السخيفه منها انهم يكتبوا ان المطر هديه السماء مثلا يروا في هذه العباره مؤامره امريكيه او ان المناهج تحوي على رسومات لطفل وطفله يقولون هذا يدعو الى الاختلاط ورسومات عاديه توضيحيه او ربما استخدام البالونات في بعض المناهج قالوا ايضا هذه مؤامره امريكيه وهو مواضيع سخيفه يبرر بها الحوثيون السيطرة على القطاع التعليم، على تغيير المناهج وغيرها، ومن المؤسف أيضاً أنهم يعرضون اعترافات مثيرة للأسى، أنا لا أستطيع أن أضحك من هذه الاعترافات البائسة التي أجبر عليها أساتذة كبار وكرام هم الان في معتقل الحوثيين ومن هؤلاء الاستاذ الدكتور محمد حاتم المخلافي وهو استاذ هذه صورته استاذ المحاضر في قسم اللغه العربيه بكليه التربيه بجامعه صنعاء منذ ثمانيه القرن الماضي وعين رئيسا لوحده الحاسوب الالي عام 89 ثم رئيسا لقسم اللغه الانجليزيه عام 91 ثم وكيلا لكليه التربيه عام 92 ثم عميدا لكليه التربيه في النادره بمحافظه 93 ثم عميدا لكليه التربيه في مدينه حجه 96 ثم مستشارا للمعون الفنيه لمشروع التعليم الاساسي عام في عام 97، ثم عميدا لكل التربيه في خولان 2000، وشارك في عدد من مؤتمرات الاتحاد العالمي للقراءه، ومؤتمرات الاتحاد التربوي العرب، ومؤتمرات الجمعيه المصريه للمناهج وطريقه تدريس، وغيرها من المؤتمرات التربيه، وساهم بدرجه اساسيه في اعداد مناهج القراءه لمستويات التعليم الابتدائيه في بلادنا، وهو رجل تربوي قدير، وله عديد من هذه الاسهامات التربويه في تاليف المناهج، لكن الحوثيين ويبدو لي انهم كانوا يراقبون هذه المناهج ويرغبون في تطيفها تهم الرجل بالعبال الامريكان بتهم سخيفه وتثير الاسى اكثر مما تثير الضحك نستمع الى بعض هذه الاعترافات هذه المفاهيم الثلاثه تم ادخال صور ليست من البيئه اليمنيه هذه الصور تدعو الى الاختلاط والتبرج كان يعني حيث تم عرض صور لبنات ونساء غير ملتزمات باللباس الشرعي يعني كان يكون اللباس قصيرا كذلك ايضا شعورهن ظاهرا، تم كذلك ايضا في الجانب الاخر الذي هو الجانب الايماني انه تم تسريب عبارات تدعو للالحاد مثل تسقط يسقط المطر وعباره هديه السماء في حديث كان عن المطر فالإشارة إلى أن المطر يسقط من نفسه هذه عبارة الحادية تدعو الحاد وعدم الإشارة إلى أن الله هو الذي ينزل المطر كذلك هدية السماء إلى جانب أنها عبارة الحادية وكأن الماء المطر أو نزل من السماء فيه عبارة الحادية وفيه أيضا تسريب وتعميم لثقافة النصارى لأن النصارى هم الذين يعدون المطر هدية السماء يعني رجل في عمره الاخير يجبرونه على قول هذه المسائل، انت يعني قلت ان السماء تمطر فهي عباره الحاديه، يعني ايش تمطر؟ يعني ضروري نكتب السماء تمطر بإذن ربها دائما أبداً يعني في هذه العباره، يعني وين الالحاد في عباره من هذا النوع، او وين الاختلاط مثلا في رسم طفله تلعب شد الحبل كما رأينا في في المنهج. طفله تلعب شد الحبل، هو طبيعي ان يكون المنهج التعليمي هو موجه لطفل ولطفله فان يرسم الطفل إذن طبيعي ان ترسم الطفله. لكن عقول بائسة ضحلة وبالتالي تبحث في عن أي حجة وعن عن أي سبب لاتهام الماضي أو المناهج الماضي أنها كانت إلحادية وكانت وكانت لتبرير لأنفسهم بإعداد مناهج طائفية وعنصرية مقيتة وبالتالي هم فعلوا ذلك هم اخترقوا المناهج بأفكارهم الطائفية البائسة والعنصرية مزيد من من هذه الاعترافات أيضا نتابعها ونحن نعتذر أيضا عن وجود آه كلمة جاسوس آه يعني آه كان يفترض بنا أن في نحذفها لكن نقلنا كما هي لدى في عربة الجماعة في عربة نستمع وفي السفينة ولبيان الجهات الأربع آه على الرغم من الجهات الأربع لم ترد في النص الرئيسي وإنما وردت في التدريبات آه لتوضح ذلك وهي آه والمفترض أن التدريبات تكون مرتبطة بالدرس الرئيسي ولكن تم إقحامها آه في التدريبات من ضمن التدرب في التهيئة للتطبيع مع العدو الإسرائيلي ورد في كتاب القراءة للصف الثاني الجزء الثاني طبعت عام 1428 هجرية أن المسجد الأقصى تحت سيطرة اليهود فأولا أنه ذكرت تحت سيطرتهم وليس تحت احتلالهم هم محتلين للمسجد الأقصى وليسوا مجرد سيطرة كذلك أيضا ذكرت كلمة اليهود بدون الإشارة إلى أنهم أعداء وهم اعداؤنا كما ورد في القران الكريم واكد القران على ذلك، كذلك ايضا ذكرت عباره محاوله احراق المسجد الاقصى وهذا تخفيف ل لاعتداء اليهود والذين احرقوه فعلا يعني الذين احرقوا المسجد الاقصى فعلا فهذا تخفيف لتاثير وقع اعتداء اليهود باحراق المسجد الاقصى على لدى التلاميذ. مع انه مكتوب ايضا سامي حوار بين طفلين ما الذي يجب على المسلمين تجاه الاقصى ان يحرروه ليتمكن المسلمون من من زياره الاقصى يعني شوف على كلام سخيف ورديء وقال لك انه عباره الزايد هي تعني الصليب وصاريه السفينه تعني الصليب والاتجاهات يمين شمال شرق غرب ايضا لانه طبيعي أن تكون على شكل زايد انها ايضا عباره صليب يعني تفكير ضحل امي بدائي يتحجج ويتلكك للرجل فقط لتلبيس التهمه بانه عميل للامريكان وهذا معيب ايضا في في حق حكومتنا والتحالف انهم لا يعملوا ايضا على انقاذ هؤلاء الذين اختطفوا وحتى الامم المتحده لدى جماعه ضحله وتافهه وحقيره كجماعه الحوثي تعذب الناس ليقولوا كلاما سخيفا مثل الذي رايناه مقطع اخر الأهداف الأساسية التي عمل عليها هذا شايف الأمداد نحن نعتذر على كلمة جاسوس لأنه كما ورد على الحوثيين الصوت شباب تحت غطاء مشاريع ترميم بعض المدارس الحكومية وجمع قاعدة بيانات عن التربويين المدارس والطلاب والجانب التعليمي والمجتمعي وكذا وكل المعلومات الاستخباراتية التي تريدها الوكالات الأمريكية على المستوى منهك حيث كان يتم جمع تلك المعلومات عن طريق الشركاء المنفذين لمشاريع التعليم، كما انه كان يتم قياس الرأي العام وجمع التقييمات لمعرفة التوجهات السياسية والاجتماعية للكيانات الموجودة في تلك المناطق التي يسعون من خلالها إلى تغذية الصراعات في تلك المناطق والتأثير على تلك المناطق سياسيا واقتصاديا وعسكريا. تحت مبرر وغطاء هذه المشاريع ايضا عمل الشركاء المنفذين لقطاع التعليم للوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه على انشاء ما يسمى بالمجالس المجالس الاباء في المدارس في المناطق المستهدفه وذلك حتى يتم التاثير على كافه شرائح المجتمع من ابناء واباء وحتى يتم التأثير عليهم وجمع المعلومات الضرورية بشكل كامل في تلك المناطق من الواضح أن الرجل يعني يعاني ويبدو أنه منهك وعذب ليقول مثل هكذا الكلام الوكالة الأمريكية للتنمية تعمل في بلادنا منذ الإمامة منذ الإمام أحمد وكان لها مقر في تعز يسمى الكمب والذي هي عديد من المشاريع منها طريق تعز صنعة وهي كانت تعمل بتصريح من الدولة وبالتالي هناك علاقة لها كثير من المشاريع في, أك في أكثر من قطاع منها قطاع السائلة مثلا في, في صنعاء منها قطاع التعليم وبالتالي أن يحمل هؤلاء المساكين كموظفين في, في الحكومة على علاقة مع الوكالة الأمريكية للتنمية والتي كانت تعمل بشكل قانوني هو شغل دنيء ويعكس نفوس حقيرة ودنيئة وحاقدة كل ما مضى تراه غير قانوني وتراه أنه كان مؤامرة على فكرها الطائفية العنصرية القذر حتى ايضا مجلس الاباء مؤامره امريكيه، يعني في كل المدارس توجد مجالس اباء، وفي كل المدن توجد مجالس اباء وتدعم من من اكثر من جهه ومنظمه. هذه الاعترافات هي ادانه على سوء وحقاره الحوثيين اكثر مما تدين هؤلاء المساكين في معتقلاتها، نتمنى لهم السلامه وهم في سن كبير في, في عمر ابائنا واللعنات تصب على الحوثيين وعلى فكرهم الضحل والدنيء. أه عموما هناك مرة في في هذه الاعترافات وتلكك وتحدي الحوثي لتطييف المناهج وجعلها تعبر عنهم عن فكرهم العنصري الطائفي. هناك أه فيديو اخر نسمعه ثم نعود للتعليقات. طلبت من ضمن الاستخبارات الامريكيه هي احداث اختلاط جنسي اختلاط شبابي بين الشابات والشباب والشابات في المدارس المستهدفه وخاصه عملنا على ادخال انشطه احتكاكيه مثلا حكايه الزميطات في الرجول وتغمير العين بين الشباب والشباب كل شاب يحاول يدعس النفيخه او الزميطه من رجل زميلته فكان في احتكاك يعني فعلا احتضان وليس احتكاك كان احتضان بين الطلاب والطالبات اللي تم في هذه المرحله والى جانب عملنا نشاط شد الحبل وهي حصلت فعلا في يعني تم شد الحبل من جهات الشباب اللي حكم الاقوياء فشدوا الطالبات الى احضان الشباب في الصفوف الاولى وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كلبك كما قال المتنبي وكم ذا بصنعاء من المضحكات ولكنه ضحك كلبك يعني وأمر أمريكية من خلال شد الحبل يعني شدوا الحبل طلاب وطالبات ويذهبوا في أحضان على تفكير حقير وينظر للناس يعني على أساس أنهم يعني مجرد يعني حقيرين وسخين مجرد شد الحبل سيكون هناك اختلاط وهناك امور سفيهه وايضا يعني نفخ البالونه ويعني يعني مؤامره امريكيه يعني ان يلعب اطفال ببالونات وكل واحد يعني يقرح للثاني بالونته ايضا هذه مؤامره امريكيه و يعني يقول والله العظيم انه أحد يخزى ويخجل من من ان يعيش في هذا الزمن مع هذه الكائنات الضحله والحقيره والتي تسمى كائنات الحوثي وبطبيعه الحال هي تهدف من خلال هذا الكلام الحقير لشرعنة تطيف المناهج وهناك سياسيون ايضا محسوبين على الجماعه راوا ذلك وقالوا مثل محمد المقالح هو صحفي وسميل كتب في في اكس ابدا بالمقالح قال تشتوا ترجعوا مناهج الامام في الطاعه والولاء والتسليم رجعوها بشجاعه ودون حاجتكم لخلايا استخباريه بطيخيه ولا هم يحزنون يعني الرجل سخر منهم ايش هذا الخلايا الاستخبارات البطيخه التي تستعرضونها يعني قولوا نريد منهج امامي وخلاص بالسلام يعني قد دوله دولتكم يعني ما تحتاجوش لبث هذه الاعترافات المثيره للسخريه اخر عبد الرحمن برمان وهو محامي معروف قال هذا قرار اتهام وقائمة أدلة لإثبات بحق البريسور الخبير التربوي محمد هاتم المخلافي اتهم دراسته في أمريكا وترأسه لجان عدد المناهج الدراسية للصفوف الأولى وعميد لعدد من الكليات التربوية هي فعلا جرائم في قاموس الكهنوت الإمامي عندما يجتمع التوحش والبهيمية ينتج مثل هكذا أو مثل هذه العاهات بالفعل هي عاهات يعني ثم الرجل أن رجل تربوي وعمل في كثير من كلية التربية وأنجز الكثير من مناهج القراءة والتعليم في بلادنا وتربينا عليها ربما كثير من الأجيال يعني لا الحوثي اكتشفوا المؤامره الحنكليشيه الصهيونيه الامريكيه المدري ايش يعني حقول ضحله تعليق اخير لعبد الناصر المدع هو كاتب محترم وعلق ايضا على هذا الامر يقول يظهر الحوثيون كل يوم بوجه متخلف جديد اشد مما قبله فضمن مسلسل شبكات التجسس المضحكه والذي زعموا فيها انشغال امريكا ومخابراتها ببقر اليمن ونحلها يعني تامروا على البقر والنحل ها هم اليوم يجبر المختطفين الابرياء لان يتحدثوا عن اعمال في غايه الخطوره ومنها قيام المخابرات الامريكيه بجريمه تشكيل مجلس اباء للطلاب، يعني الله على مؤامره. والجريمه الاخرى الاكثر خطوره قيام امريكا بتنظيم لعبه الزماميط البالونات للاطفال في المدارس اللي يفسدوا أخلاقهم أو ليفسدوا اخلاقهم. وليفسدوا اخلاقهم، قد يعتقد البعض ان هذا الكلام تجني على الحوثي وانه لا يعقل ان تصل به السخافه الى هذا الحد، ولكن من هو متشكك يتابع الاعترافات التي بثتها وسائل إعلام الحوثي. السؤال المهم هنا هل الحوثيين الى هذه الدرجه من الغباء والسذاجه ليعرضوا مثل هكذا قصص ساذجه؟ وكيف ان ايران وحزب الله غفلوا عن تدريبهم ليفبركوا قصص تجسس بجوده افضل؟ الخطير في الامر ان اذا ما كان قاده الحوثيين يصدقوا هذه القصص ويتعاملوا معها بجديه لانهم بذلك يكشفوا عن مستوى في غايه السذاجه والسطحيه، يعني يكشفوا عن سطاحتهم وسذاجتهم. كنا نتهم الامام يحيى بالتخلف لكنه طلع منفتح متطور قياسا بالحوثيين في الفعل الامام هو نموذج للتخلف والبلاده لكن يبدو لي ان الحوثيين هم اكثر بلاده من الامام يحيى فلا لا, لا احد تساخف وتحاقر مثل الحوثيين وبث اعترافات من هذا النوع وراى في لعبه شد الحبل وفي الزماميط مؤامرات امريكيه كبرى على بلادنا من خلال المناهج كل التضامن مع هؤلاء المعتقلين المختطفين لدى جماعة الحوثي وأحمل هنا المسؤولية للشرعية ولي أيضا للتحالف الذي لا يعنيه أيضا دهور بلادنا في مثل, في مثل هكذا مستوى حوثي وغد يغير المناهج ويغير العقول لانه في الاخير هم مرتاحين كتحالف والمصائب تاتي فقط على بلادنا من خلال ديمومه او استمراريه سيطره جماعه ضحلك جماعة الحوثي على البلاد وتغير المناهج ايضا من خلال العقليه العقليه التي رايناها من خلال هذا هكذا اعترافات بثتها لمختطفين لديها وجدد التضامن مع المختطفين وايضا الادانه لكل ما تقوم به الميليشيا في تغيير المناهج والتي يبدو انها هدفا رئيسيا للعقل الطائفي العنصري لجماعه الحوثي